وصلنا لفقرة ترند، واليوم نتحدث عن عمالة الأطفال وحادث طفل عامل النظافة. حيكون معنا نموذج إلى أي مدى قوانين حماية الطفل في السودان مفعلة، التجاوزات، من المسؤول عن هذه الحادثة، ومن العقاب، يعني سواء كان لشركات النظافة من المحلية هي المسؤولة. مجموعة من الأسئلة اللي أكيد حتدور في أذهاننا، وأنتم كمان مشاهدينا حنستمع لها من المختص في مجال قضايا الطفل الأستاذ ناجي أحمد عباس، المحامي ومناصر لقضايا الطفولة. يسعد مساك وشكرا لتلبية الدعوة. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. أهلا بك. يعني فجعنا من يومين أستاذ ناجي بحادث الطفل الأليم اللي علق لأكثر من 8 ساعات في محاولات إنقاذه، يعني كأنه أصبح ريان السودان بعد ما العالم كله تابع حادثة الطفل المغربي في المملكة المغربية. يعني ولاية الخرطوم أو في الخرطوم بحري بالتحديد، يعني المدينة، شيء كان الناس كلها كانت مستغربة إنه كيف طفل في عمر 10 سنوات يعمل كعامل للنظافة. فتعليقك على هذه الحادثة الغريبة، بعدين نخش في تفاصيل القوانين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لقناتكم الجميلة استضافتنا، وقبلها نترحم على شهداء الثورة السودانية والمفقودين والمعتقلين، وبتمنى إنه بلدنا تشهد استقرار في كل النواحي وعلى النحو القانوني تحديدا. يعني وزي ما قلت لحضرتك إنه نحن فوجئنا، وحقيقة نحن في المجال القانوني، في الممارسات القانونية في المحاكم، قد نكون فوجئنا من هول المسألة بشكل، لكن هنالك تجاوزات كثيرة في 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 تعيين الأطفال واستغلال والتجاوز القانوني ذاته لطفل في عمر 10 سنوات إنه يعمل كعامل نظافة في عربية. وتحديدا القانون السوداني، يعني أنا قبل نتطرق للمسألة بتاعت إنه المسؤوليات، القانون السوداني بعرف يعني الطفل ذاته عشان نقدر نحدد إنه مدى إنه يشتغل أو ما يشتغل. القانون السوداني للأسف في قانون حماية الطفل 2010 أنا في تقديري أنه بيحمل تناقضات كبيرة، والتناقضات الكبيرة دي قامت خلت المسؤوليات ذاتها تتفلت منه، من اللي بيتحمل المسؤولية في تعيين الأطفال وفي تجاوزات وكده. طيب الطفل عندنا نحن في القانون السوداني هو كل شخص لم يتجاوز العمر 18 عام، وكل شخص بيعنيه في القانون عادة للذكر والأنثى إذا كان الطفل أو طفلة. وبعد ذلك نجي نشوف إنه عمل الأطفال، يعني القانون السوداني بيقول إنه الطفل العامل ده بيكون من 14 إلى 18 سنة. طيب خلينا نقف معاك، يعني إذا كان قانون الطفل في السودان ينص على إنه الطفل أو الطفلة من بعد سن 18 يفترض إنها تشتغل، الطفل عمره 10 سنوات، يعني معناته إن القانون أساسا ما مفعلة، مش مفعلة، يعني في جزء حدد القانون، يعني المادة 37 من قانون حماية الطفل بيقول لك يحظر استقلال الأطفال وتعيين أو في الأعمال الخطرة أو الأعمال الصناعية أو اللي بتؤدي لشنو لصحتهم النفسية والجسدية والجسمانية. وده خلل واضح، والخلل الواضح ده قاعد يكون نشوفه زي ما قلت لك في انه يعني كثير من الاعمال بتلقى انه في طفل عمره 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات وشغال، وده تجاوز للقانون، في حين انه القانون نص للمنع، يعني الحظر ده يعني مفروض كل الجهات اللي بتتعامل في 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 العمل ومكاتب العمل والتدرج الهرمي من الوزير، يعني وزير العمل والولاية، يعني من والي الولاية وانت نازل لحد آخر درجة في السيستم الإداري، مفروض تكون اللوائح مفعلة، ومفروض تكون المسألة بتاعت حماية الطفولة دي متقدمة على كل المسائل الباقية. تمام. طيب كيف بيتم استيعاب يعني الأطفال في أعمار بتناسب طفولتهم؟ إذا فرضنا إنه ممكن يكون في طفلة عمرها 10 سنوات لحوجتها هي بتعمل لكن في منزل، باعتبار إنه ما في رقابة، ما في بلدية حتى يتفتش، دي حاجة خاصة. لكن لما نتفاجأ بإنه في طفل عمره 10 سنوات هو عامل نظافة
في جهة تتبع لي محلية أو شركة نظافة، معناته الطفل ده بياخد مرتب من الدولة أو بياخد مرتب من الشركة التابعة له، فممكن تكون دي الطامة الكبرى هنا. طيب هي أصلا من البداية احنا قلنا في منع، بعدين المنع ده زاده في القانون السوداني، حتى لو كان عمره 14 سنة ولا 17 سنة ولا 18 سنة بيقول لك إنه أول حاجة لابد إنه في حالة زي دي يتلقى تدريب، دي الأولى. اثنين يحظر عليهم إنه يشغلوا في الأعمال الخطرة. يعني أنا بفتكر إنه طفل عمره 10 سنوات يكون في عربية بتاعة نفايات والعربية ما فيها مسؤول، على الأقل زاد عشان نقدر نحدد إنه الولد ده حيشتغل شنو ولا حيخلي شنو، دي يعني مخالفة وإهمال إهمال من كل من الجهات، يعني من المخدم الأول لحد المخدم الأخير، ودي مسؤولية تضامنية. والقانون السوداني لما حددها هناك قال إنه الوزير يعمل اللوائح ولا يحدد الأعمال الخطرة والأعمال ما اخترعتها، دي في العمر 14 سنة، لكن العمر 10 سنوات ده يحظر استخدامه خالص في كل المناحي. والمسألة دي يعني نحن في السودان ملتزمين بالعهد الدولي لقانون حماية الطفولة، كل المواثيق العالمية بتقول لك انه يحظر استخدام الأطفال في كل المناطق إذا بلغوا هذه السن. والكلام ده يعني العهد الدولي حدد لنا في المادة 10 إنه تكون في عقوبات، لكن لما نجي ننزلها في الواقع السوداني بنلقى العقوبة ذاتها يعني إنه الطفل نفسه في حد ذاته ده عقاب إنه بيشتغل، يعني حاجة بسيطة يعني هسه دي مخالفة. يعني المادة 37 في قانون حماية الطفل لما نرجع هناك في العقوبة في المادة 86 اللي قامت حددت لنا العقوبة، عقوبة قال لا تتجاوز شهر سجن للشخص المتسبب في المسألة دي. وهناك حتى التعويض، يعني إذا كان الطفل ده إذا في تعويض مادي على الإصابات بتاعته بتتحدد على يد وجه ما بتقدر تحددها في القانون السوداني، وده تناقض كبير. يعني القانون 2010 هو عمل غفزة من قانون كان في الأول في 2004 لكن الغفزة دي جابت تناقضات كبيرة، عشان كده نحن يعني القانون حماية الطفل محتاج لوقفة. وأنا بفتكر إنه كان يعني في 2010 دي كانت يعني قمة الربكة في عهد الإنغاز، يعني في قوانين بتحس إنه والله كانت بتتعامل يا باستعجال بعدم دراية أو بقصد تفكيك المجتمع، يعني كل التفاصيل اللي إحنا ممكن نقولها عن القانون ده قانون في النهاية يحتاج لوقفة، وقفة مجتمعية، وقفة قانونية لكل القانونيين الحادبين على الطفولة إنه نراجع القوانين دي. يعني ما المسألة في النهاية، يعني القانون في حتة يقول لك يا أخي تدريب الطفل، لكن ما نحن ما بنلقى لا في تدريب طفل لا كذا لا كذا. في حتة برضو قام القانون حدد قال إنه يمكن للطفل ده يمشي التلمذة الصناعية. والتلمذة الصناعية ذاتها لما نجي نقيسها هناك في قانون التلمذة الصناعية في خطورة، قانون لسه قديم وداير مواكبة. يعني للأسف نحن حتى كقانونين لما نلقى إنه القانون مفروض يكون روح المجتمع، يعني المجتمع يتطور. بعدين الطفولة ذاتها يعني ما عادت طفولتنا الزمان، يعني الأطفال ديل ما شاء الله يعني بقى في علم في تطور في يعني عالم تاني، لكن نحن لسه قوانيننا متمترسة في حاجات قديمة. يعني ليه ما يكون التطور اللي حصل عالميا والتطور اللي حصل للأطفال، يعني هسه أبسط طفل لو مسكتيه عشان مثلا الموبايل الكمبيوتر التفاصيل ديل بتلقيه متطور. لما نجي أقيس الطفل ده عشان أنا أشغله على النظافة بكون أنا أجرمت عليه، صحيح. أنا كمجتمع أجرمت صحيح. عليه تمام. أستاذ ناجي خلينا نتكلم عن إلزامية بيئة العمل واشتراطاتها وتطبيقها على هذا الواقع كمان. طيب شوف يعني القانون السوداني قانون الطفل بيه مازالته دي في حتة بقول لك الطفل ده ما يشتغل أكثر من سبع ساعات في اليوم، وعلى أن تتخلل أوقات بتاعت راحة في مجملة تكون مسافة الساعة. لكن لما نجي هسه دي لو مشيت أي حتة لقيت في طفل شغال بتلقيه شغال أكثر من 7 ساعات مرات 8 ساعات إذا كان عامل إذا كان قاعد موجود. غير كده بقول لك إنه ما يشتغل 4 ساعات متواصلة. غير كده مفروض يكون في البداية يدعمل له كشف طبي. يعني أنا للليلة ما لقيت لي في مؤسسة داخل السودان ولا مخدم قام حتى خليك من حتى العمال الأكثر من 18 سنة ما حصل لقانا إنه في
مسألة صحية بتتم للعمال دي تحقيق عن الطفل. بعدين في حتة تانية سلام المربوطة بالطفل المحل الحديث الآن، إنه لك الطفل ما يشتغل من الساعة 6 بالمغرب لحد تاني يوم الساعة 8 صباحا. دي الأوقات اللي يحظر فيها. لو لاحظت نحن الطفل ده كان في عربية بالمساء تقريبا، المسائية نعم، يعني مخالفة، وبعدين مخالفة بخطورة، يعني ما العربية في الشارع، العربية إذا تعطلت، العربية إذا حصل لها أي حاجة، ده كله الشخص خدم الطفل ده ما مستصحبه. هو فعلا حدثت الحادثة، وأنا أتمنى إنه حادثة الطفل دي يعني تكون زي لفت نظر كده للجهات المختصة لإعادة النظر في قانون الطفل 2010 والتشديد في القوانين والرقابة. خلينا برضو على أرض الواقع، لما نيجي نتكلم عن إنه في قوانين يعني، وحتى في القانون 37 تحت المادة 87، لكن ما في تفعيل للقوانين، حتى ما في رقابة. حضرتك مختص في مجال قضايا الطفولة وأيضا محامي، فوين الخلل في إنه في قانون بيتعمل بعديه بيجي تعديل للقانون لكن ما في تفعيل ولا في رقابة للقوانين الموضوع؟ طبعا. فعلا يعني هي نحن زي ما قلت لك من البداية بنعاني أزمة كبيرة ما بين شنو؟ ما بين المشرع اللي حدد لنا مسائل وما بين التطور الاجتماعي الحاصل، غير كده البيئة ذاتها بتاعت محاكمنا في البلد دي، و التسارع الشديد في واقع الحياة، بنلقى انه والله في هوة كبيرة ما بيننا نحن كقانونيين وفهمنا لتطبيق القانون وما بين الشيء الاجتماعي الموجود. ولا بد انه يعني تحديدا لمجال الطفولة يعني بنعاني كثير، يعني لا بد انها تعقد ورش، تعقد سيمينارات. يعني انا من هنا من برنامجكم ده بنادي يا ريت لو يكون في اصلاح قانوني لكثير من القوانين، واهمها قانون حمايه الطفوله، لان الطفوله دي ما بتديك المستقبل حقك لقدام. واذا انت خليتها متحجره بنفس المساله دي وبنفس التفاصيل دي، انت بتضيع شكل الطفوله والشباب القادم لقدام. استاذ ناجي، يعني انت ناشدت لاقامه ورش مش للتعديله بس، يعني انا بتمنى انك تناشد لاقامه ورش لتوعيه الناس، يعني لما نجي نتكلم عن القانون ممكن يكون في مواطن بسيط ما عارف حقوقه، يعني افتكر انه ده دوركم كمحامين، احنا دائما نلجأ للمحامي في لحظه الميراث في مشكله حاصله، لكن لو جيت مسكت المواطن قلت له يا اخي انت ليك والعليك شنو، ممكن يكون هو نفسه ما عارف حتى قانون حمايه الطفل، يمكن احنا مشينا عليه سريع يعني ما ادينا التعريف الكافي ولا ادينا المواطن كيف يكون واعي بحقوقه اذا حصلت له اي حاجه في المجتمع، يفترض حتى يقدر يخاطب بها سواء كان رجل القانون او حتى المسؤول في الدولة. نعم. طيب احنا يعني هسه حتى قانون حماية الطفل ده فيه بعض الإشراقات في بعض الحاجات اللي هي في شرطة حماية الطفل ونيابة حماية الطفل. نعم. وعادة معاهم أخصائي اجتماعي ونفسي وموجودين. ولكن احنا درجنا في السودان يعني كمواطن سوداني يعني ما بيلجأ للجهات المسؤولة أو الحداد إلا إذا حصلت لك إشكال. ونحن هسه كناشطين في المجال بتاع حماية الطفولة وكقانونيين يعني ما أقدر أقول ما مقصرين في الحتة، لكن الصوت لما يكون بجهة واحدة ما بيسمع. يعني في كثير من الناشطين السودانيين أقاموا ورش في مراكز كثيرة، أنا عندي تجربة ومعاي بعض الزملاء عملنا المركز السوداني لحماية الطفولة وبدينا نتعامل به في بعض، لكن يمكن لضيق الإمكانيات ولتسارع زي ما قلت لك الحياة يعني ما بين عملك كمحامي وبين كل التفاصيل الباقية، إلا إنه منبذر بذرة في بعض الحتات يعني. لكن أنا بناشد يعني إنه يعني المواطن السوداني يعني الطفل في اشياء كثيره اليومين دول في الشارع، مخالفات كثيره بتكون حاصله، يعني ما ننتظر لحد ما المساله تقع عليك مثلا اشكال او تصطدم بانه والله يا اخي مثلا زي الطفل ده. في عشرات الاطفال يعني نحن لو لاحظنا هسه لو وقفتي في الشارع السوداني ده بتلقي في كميه من الاطفال موجودين، يعني طفل مشرد يعني اهله ما قدروا يودوه مدارس، في طفل حاصل له اشكالات في البيوت، كل التفاصيل دي
يعني بيكون في لها علاج. الا انه الناس ما بتلجأ، حتى نحن هسه ما بيلجأوا لنا كمحامين حتى في الاستشارات. يعني ممكن يكون زول عنده اشكال او بدايه اشكال ما بيجيك الا بعد المشكله تحدث، وده بيكون بعد ذاك المساله يصعب تداركها. طيب نرجع مرة تانية، يعني اتكلمنا قبل عن القوانين وذكرت انه في عدد ساعات محددة مفروض انه الدولة تلتزم بها اذا تم توظيف طفل في المؤسسة. طيب هل في اعمال استاذ ناجي يعني خاصة بالاطفال بنص عليها القانون اذا استدعى الامر عمل الطفل؟ وهي لا، زي ما قلت لك يعني القانون السوداني حدد انه يعني ادى مجال محدد لعمل الطفل، يعني وحدد لنا زي ما قلت من سن 14 إلى 18 سنة، لكن ما في حاجة محددة على أساس أنه الطفل الأقل من 18 سنة يعمل، لكن دي بتكون لظروف ولبيئة. حتى في 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 في, في تعريف القانون السوداني في حتة يعني شوف نلقى التناقض، بيقول لك أنه يحظر عليه أنه استخدام الأطفال في الأعمال، ولكن يستثنى الأطفال في الرعي والحرف الزراعية والأعمال الخطرة. لما نلقى نص زي ده كأنما إنه ثلاث أرباع أولاد السودان الصغار ده شغالين في الرعي وفي الزراعة، في حين إنه أغلبهم بيكونوا في المدن الكبيرة الأطفال، ما لاقينا نص يحميهم في المسألة دي. عشان كده من هنا من النادي بتعديل يعني المادة دي أو المواد اللي بتحدد طريقة عمل الطفل. لكن عشان تقول لي والله خلينه يشتغل كاستثناء في المراعي وفي المزارع الما خطرة وفي الحاجة اللي بتضر به وفي صحته، ده نص عام، والنص العام ده لابد انه يفكك وبعد ذاك نعدله لمواد تحدد شكل العمل، تحدد شكل ساعات العمل بدقة أكثر، تحدد نوع المنشأة. يعني كثير هسه من الدول الأخرى متطورة يعني حددت وتحدد المسألة ويكون في مشرف، وتكون المسألة بتغنين واضح وبديباجات وكل التفاصيل دي، لكن احنا عندنا في السودان حقيقة في خلل واضح. أستاذ ناجي بحسب المتابعات انه الموضوع مش عادي، كل اللي حصل للطفل انه تم إسعافه للمستشفى. نعم. وهو طلع في حالة يرثى لها يعني. طيب إذا جينا نحمل المسؤولية بصورة مباشرة، من المسؤول عن الحادثة؟ وإذا كان في عقاب على عاتق من يقع، إذا كان في تعويض، من اللي مفترض يدفع تعويض للطفل ويأخذ له حقه؟ طيب أنا يعني نبتدي من السيستم بتاع العمل بتاع العربية دي، عربية تابعة إذا كان لشركة خاصة من شركات النظافة أو في ولاية الخرطوم أو المحلية. نعم. نبتدي من الشخص المسؤول عن تعيين الطفل ده، ده بداية. واحد. اثنين، الجهة اللي قامت صدقت بصرف رواتبه وجوره بدلاته وتفاصيله لحد ما نصل للسيد وزير العمل المنوط به تحديد المسؤوليات المحددة دي دي دي, دي كمسألة عامة. لكن احنا بنشوف انه الجهة المقدمة إذا كانت هي شركة خاصة أو إذا كانت محلية بحري أو كده، هي تتحمل المسؤولية كاملة في إنه هذا الطفل يلقى التعويض العادل. بعدين هي ابتداء يعني أنا بتخيل إنه في نوع من الإهمال، يعني حتى إنه لمن أنا شفنا المنظر يعني أنا ما أعرف بدايته كيف، لكن إحنا لقينا الطفل ده الصورة لامنجات، لقينا الطفل ده منحشر يعني في مأزق كبير واضحة. معناته في إهمال إذا كان معه شخص أكبر منه، إذا في مسؤول عن العربة، إذا كان السائق ذاته، كل التفاصيل دي. أولا حيمشي بداية حيتفتح بلاغ جنائي عشان الطفل ده يزعف بأورنيك 8 جنائي، ومنه طوالي بتحدد نيابة الطفل تعمل تحرياته، تحدد الجهة اللي قامت على هذا الأمر. بعد ذلك نجي مسألة التعويض العادل بالنسبة للطفل ده. تمام. طيب قبل ما نشكرك أكيد يعني في رسائل أخيرة حابة ترسلها للمسؤولين وحتى للأسر، يعني مهما كان اضطر الأمر فعلا في أعمال يعني صحيح زي بقول لك المعايش جبارة، يعني هو بس مسكين قدره. مرة تانية ممكن أذكر بأنه المطالبة بتعديل قانون الطفل
اللي تعدل من 2004 ل 2010 وتفعيل القوانين على أرض الواقع، مش تبقى قوانين بس يعني. والله أنا أناشد في الأول كل الإخوة القانونيين إنه تتعمل ورش قانونية لتعديل قانون حماية الطفل 2010 وإزالة التناقض بين كل المواد الموجودة. ده كأول. اثنين، بناشد كل الأسر اللي عندها أطفال تحت السن الغير قانونية إنهم شغالين يصلوا للجهات المحددة اللي بتشكل هؤلاء الأطفال وبتتجاوز القانون. ثلاثة، أنا بناشد من الليجان التشريعية مراجعة القوانين عشان تتواكب لنا مع التطور الموجود حماية للطفل وحماية للمجتمع. عفوا، شكرا جزيلا أستاذ ناجي أحمد عباس المحامي والمناصر لقضايا الطفل، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك، شكرا لك وشكرا جزيلا.